نتمنوا به شي واحد الا بغى يعاوني يخرج لي ولدي من الخيريه ويجي. وانا كنطالبي خصني نشوف ولدي وندي معايا. انا اختي ديالي خليت العائله عند واحد مربيه 3 شهور وانا كنخليه لها، عنده عام ونص. كنت كنخليه لها كنخلصها 100 درهم في النهار. واحد النهار قلت لها اختي ديالي صبر عليا، قلت لها المهم 200 درهم غنعطيها لك ملي غادي نجي. قالت لي صافي ماشي مشكل. منين مشيت لعندها جبت لها فلوس، عطيت لها فلوس، قلت لها فين هو ابني؟ قالت لي راه داسو اختي وغادي تجيبو. وخلصتها قالت لي غادي، قالت لي غدا غادي تجيبو. قلت لها صافي ماشي مشكل. قلت لها اختك عادي مشيت لحالي، منين غاد لي كنرجع ما كنجبرهاش، ما جبرتها لا هي لا العائل. بقيت كنفلت حتى تما كنساقسي الجيران، قالوا لي حتى واحد ما بان. صافي قالوا لي راه رحلات. انا صافي منين بقيت 3 ايام وانا كنفتش ما لقيت والو، مشيت للكوميساريه. منين مشيت للكوميساريه دخلوني، قلت لهم انا كنفتش على ولدي. قالوا لي شحال هو غابر. قلت لهم اشني واقع اشني واقع، ما ساقوش بيا. قالوا كيفاش المراه غتدي لك العائل؟ قلت لهم لا قسما بالله كنحلف لهم. وهادي صافي قبطوني، عطاو الامر باش داوني لمحمد الخامس. قلت لهم انا عندي العائل، عنده كورميطه في يده مكتوبه فيها حمزه. رجعوا كاميرا محمد الخامس، لقاو بني عندي في محمد الخامس. ملي لقاو بني محمد الخامس قالوا راه مشى الخيريه مبانه. رجعوني الكوميساريه حتى غد لي مع 6 الصباح نوضوني، قالوا لي يلا. خرجوني داوني المبانه، خرجوا لي بني. قلت لهم بني هو بني مسكين كيبكي وانا كنبكي. صافي طلعوه عرفني، طلعوا لي صافي خرجوني، عاود رجعوني الكوميساريه. ضربت هذيك اليومين عاود ضربت هذيك الليله عاود لا غاد لي قدموني المحكمه. الوكيل ما خلى حتى شي حاجه، دغيا دوزوني انا الاولاني وخرجت ما عمل معايا حتى شي حاجه. ملي خرجت بقيت باب المحكمه كنبكي. مشيت سكنت واحد الدار كريتها في سيدي حسين، بقيت المهم دائما عملت واحد التصويره بقيت كنبكي عليها. شويه جات مولات الدار بس تخلص الكره ديالها، شافتني بهذيك الحاله قالت لي مالك؟ قلت لها ولدي اشني واشني. قالت لي خصك ترفع الطلب. قلت واخا 4 شهور. قالت لي خصك ترفع الطلب. منين طلعت عنده من المحكمه 4 شهور هو العائله 4 شهور وانا كان هذه مقوره عليه. منين طلعت من المحكمه طلعت عاود كيقولوا للقائد الاسره، ملي كنمشي تسمع عاود كيرجعوني المحكمه عاود الابتدائيه. بقاو كيدخلوني من بيرو لبيرو ما عملوا معايا حتى شي حال. قالوا لي مشي جيب عقد زديد ديالو. مشيت للمسنانه جبت له العقد زديد عندي كلشي ديالو، بقى ما بغاو ما يعملوا معايا حتى شي حال. كلشي وبالحق يرجعوا لي الوثائق كلشي ليا، كيشبروا حتى شي حاجه. صافي كيشبروا كيشوف الوراق وهادي وكيخلي تما. دابا هادي تقريبا دابا انا معاهم دابا 5 ايام وانا كنطلع فيهم وكنعاود. ما عطاني حتى شي واحد حتى شي حاجه. عاد كنت دابا معاهم لقيت المديره خرجات، علاش بقى لي الوقت كامل ندوزو في المحكمه باش نمشي نخدم. كنقول العيل باقي صغير ما نقدرش نديه معايا ولا قصان خليلة ثقت فيها زعما حق حرقاتني. عيت ما كنفتش ما لقيتهاش. انا هو دائما كنبقى في السوق برا وكنسقسي وهاديك تحولات ما كنجبرهاش من هذيك الايامات. سقسيت عليها والو وشي كيقال لك تحولات، كانت هي كاريه تما ماشي الدار ديالها. ما قالتلي والو، خلاتها لي صدمه في قلبي. ما تيق ما نويتاش فيها، واش محرشينا واش ما عرفتش. تكويتو بزاف ما كرهتوش يشوفو كدا. كنبغي نطلع كنطلع للمبانه ما كيخليونيش. كيقولوا هذيك المديره اللي تما خرجت بحال ما عطاونيش الحق نشوف. وانا كنطالبي خصني نشوف ولدي وندي معايا. ما قالوا لي شي، قالوا لي عاود كيبقاو عليا اليوم غدا اليوم غدا. رجع مشي ورجع مشي ورجع. كنطالب حاجه وحده، خصني ولدي خصني يخرج لي من مبانه. حيتاش اصلا هو عنده يما علاش يبقى من الخيريه. كنطالب انه شي واحد الا بغى يعاوني يخرج لي ولدي من الخيريه ويجي. 06 84 07 65 69.